تعلمون أن البرلمان المغربي في الجلسة اللي عقد في 23 من شهر يناير بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي وهو لمراجعة وتقييم العلاقة مع البرلمان الأوروبي، أريد أن أؤكد أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي علاقات جيدة جدا، وأن علاقة البرلمان المغربي مع مجلس أوروبا جيدة جدا، وأن علاقة البرلمان المغربي مع البرلمان البحر الأبيض المتوسط أو من أجل المتوسط جيدة جدا. عندنا مشكل فقط مع البرلمان الأوروبي. هذه العملية ديال التقييم اللي كنقوموا بها الآن واليوم لهذا الجزء اللي لاحظتوا اللي فيه واحد مجموعة ديال المحاور اللي كنناقشوها بشكل مفتوح شفاف بدون عقد. علاقتنا مبنية ومؤطرة بالقانون، الاتفاقية التي تربط اتفاقية الشراكة المتقدمة التي تربط المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي صادق عليها البرلمان الأوروبي وصادق عليها البرلمان المغربي ومنشورة في الجريدة الرسمية، اتفاقية حسن الجوار كذلك قانون صدر أو اتفاقية اللي هي بمثابة قانون صادق عليه البرلمان الأوروبي وصادق عليه البرلمان المغربي وهي ملزمة للطرفين. هاتين الاتفاقيتين أحدثا ميكانيزمات للتشاور أو للحوار السياسي بين مختلف المؤسسات في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المغربية على مستوى البرلمان. أحدثت الاتفاقيتين هذه اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة القضايا المحددة داخل الاتفاقية التي تربط بين البلدين، وهذه النقاط الأساسية للميادين التي تدعى بدومين الميادين ومتفرع عنها مجموعة من الأهداف. البرلمان المغربي ما عنده حتى شي عقدة باش يناقشها مع البرلمان الأوروبي شريطة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي الذي وضع من طرف البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي والتي تتكون من 13 برلمان أوروبي و13 برلمان مغربي برلماني مغربي، ولديها مكتب مكون من 4 أشخاص أو برلمانيين، الرئيس والنائب الرئيس من الجانب الأوروبي والرئيس ونائب الرئيس من الجانب المغربي، هم المخولون الوحيدون الذين يحددون جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة. واللجنة المشتركة لما تدرس الملف يجب أن تعرضه على اللجان البرلمانية الأوروبية حسب الاختصاص وعلى اللجان البرلمانية المغربية حسب الاختصاص. كل شيء هذا الشيء ما بغاوش يعملوه معنا، كيتهربوا. حضورنا في بروكسل أو في ستراسبورغ في البرلمان يعني كلجنة حضور مؤسساتي قانوني مصادق عليه. اليوم الجانب المغربي كيحترم الالتزامات ديالو، هناك مجموعة من المراسلات، مجموعة من الحوارات مع المسؤولين الأوروبيين لاحترام هذه الضوابط التي تم وضعها والمصادقة عليها، لكن يتم تهريب النقاش من المؤسسات والفضاءات القانونية التي وضعناها جميعا إلى قضايا أخرى يعني لغزوليسيون الملتمسات إلى غير ذلك، وبدأنا نعيش حالة من الفوضى. عندهم رغبة مجموعة ديال البرلمانيين، لا أقول الكل باش ما نعممش، مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين اللي هما عندهم عقائد ديالهم وكنحترموها الله يعاونهم هذاك شغلهم، لكن لا يجب أن يستعملوا البرلمان الأوروبي كمنصة لتمرير مواقفهم غير المؤسساتية وغير القانونية والتي لم يصادق عليها لا البرلمان المغربي ولا البرلمان الأوروبي. لهذا مناسبة بصفتي رئيسا لمجلس النواب ونيابة عن زميلي السيارة رئيس مجلس المستشارين، أوجه دعوة من خلالكم إلى السيدة رئيسة
البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن تطبق النظام الداخلي لمجلس عفوا لبرلمان أوروبا وللنظام الداخلي للجنة البرلمانية إذا كانت هناك فعلا رغبة في عودة هذه العلاقات إلى مستواها القانوني. نحن لا نسعى أحدا، لكننا لن نتدخل في شؤونهم. هذه الضوابط التي تم وضعها الآن يجب احترامها من كلا الطرفين، وهذه دولة القانون التي ينادون بها، يرفعون شعار دولة القانون وهم لا يحترمون الضوابط والقوانين التي صادقوا عليها هم بأنفسهم. شكرا. لا، هو هناك يعني دائما هجمات اللي كانت ما بين من يعني أناس مسخرين من أطراف نعرفها، كانوا دائما متواجدين وكانوا دائما يحاولون أن يحكوا المؤامرة ضد المغرب. هناك من 2016 ل 2021 تقريبا 600 محاولة في هذا الإطار هذا، ولكن تم إحباطها لأنه هناك تجند ديال البرلمانيين الأوروبيين للمحافظة على الشراكة مع المغرب. مؤخرا ما كانش هذه الآلية هذه، وكذلك لم يتم العمل بالآليات المشتركة اللي موجودة بيننا فيما يخص الحوار. احنا وضعنا واحد الآليات تنقلوا أي قضايا بغينا نناقشوها في هذا الإطار هذا، لم يتم العمل بها من طرف الجانب الأوروبي، إذا ما بقاتش عندنا بيناتنا شراكة. إلا ما بقاتش شراكة ما بقيناش نعملوا بهذه الآليات. نحن في إطار المراجعة ديالها وغادي نشوفوا مع البرلمان الأوروبي واش هو باغي يمشي في هذه الشراكة ونديروا آليات اللي هي كنا مسؤولين على أننا نستعملوها، ولا ما غاديش يكونوا عندنا آليات. أنا ذاك اللي يتخذ كل مسؤوليتي. اليوم هذه حلقة ثانية في مسلسل تقييم اللي خلصت إليه اللجنة الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان أو الجلسة المشتركة الوطنية، واللي قررت بأنها تعيد أو تراجع المبدأ العام في إطار العلاقة ديال البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي. اليوم هذه قراءة في طبيعة هذه العلاقة وفي كل الاتهامات التي وجهت باطلا وفي إطار افتراءات مضللة نستحضرها اليوم، نخوض فيها وفي تفاصيلها استعدادا للرد الصارم على كل من يتطاول على السيادة وعلى استقلالية الوطن ديالنا. إذن التدخل ديالنا كيجي في إطار تقديم واحد شرح مبسط تقني للإدعاءات اللي كانت تمس المغرب بالتجسس وباستخدام مجموعة من الطرق التقنية في هذه المسألة هذه. بطبيعة الحال قمنا أولا كما شفتوا أننا قمنا بواحد شرح مبسط لهذه التقنيات المختلفة اللي كتستخدم في التجسس واللي المغرب متهم بها. كذلك بينا على أن حاولنا أننا نطرحوا بعض الأسئلة اللي هي مشروعة اللي كنتسنى اولا الاجابه عليها كتقنيين، بالاضافه كذلك الى كما شفتوا فهاد الادعاءات كامله اللي تطرحات فهي غير مبرره بواحد الشكل اللي هو مادي وملموس كما عكسنا في هاد المداخله هذه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.